ضيوفنا الكرام، تبدأ الآن مراسم تسليم وتسلم القيادة. أول الخريجين يسلم علم كلية الشرطة إلى أقدم طلبتها إيذاناً بتسليم قيادة الكلية إليه. أنا أحافظ على تقاليد كليتي وأنا أحترم قواعدها وأن أكون وفياً لها وأن أمثلها تمثيلاً صادقاً في الداخل والخارج. شعار كلية الشرطة. العلم علم نتسلح به في كل الأوقات. الخلق خلق نسمو به لأعلى الدرجات. الواجب واجب نؤديه بكل عزم وثبات. تتجه الآن مجموعات القيادة إلى أماكنها الجديدة عقب انتقال قيادة طلبة كلية الشرطة من دفعة الخريجين إلى دفعة الطلبة المنقولين إلى السنة النهائية إيذاناً ببدء قيادة جديدة. يمين الولاء